يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالرفيق في قوله صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، وهل هذا اسم من أسماء الله؟ كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرفيق هو المرافق، الرفيق هو المرافق، فكون يرافق هؤلاء أو يرافقك الأشرار. نعم، يعني الرسول طلب أن الله يجعله مع الرفيق الأعلى من الملائكة. نعم.